بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الطلبة، السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. قررت من خلال انطلاق السنة الدراسية أن أطل عليكم بهذه الكلمة، كلمة لنجدد فيها العهد أني معكم إن شاء الله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أردت من هذه الكلمات أن أقول لكم أنا مستعد كذلك مثلكم وكل آمال وطموح لبلوغ نفس النتائج التي حصلنا عليها كسابقاتها خلال السنوات الماضية. مرة أخرى أقول مبروك لكل الطلبة الذين نجحوا، فالآن ابتدأت رحلة جديدة، وأقولها دائما وأنا معكم إن شاء الله، فسأطل عليكم بإطلالة من خلال فيديوهات خاصة لطلبة المسلك البيولوجيا، وكذلك بعض الفيديوهات اللي غادي تكون إن شاء الله مخصصة للسنة الأولى لكلية الطب. إذن هذا أمر آخر. الآن أتوجه إلى الأحبة، طالب وطالبة. الآن أنتم في السنة الختامية للبكالوريا، مسلك الاس في تي ومسلك بي سي علوم فيزيائية، خاصة المسلك بيو باللغة الفرنسية وكذلك المسلك باللغة العربية. قناة فردري شانيل كما قلت بعون الله قد وضعت العديد من الفيديوهات للبرنامج السنوي، خاصة بالنسبة للمسلك بيوف وكذلك المسلك عربي في المواد الثلاث: علوم الحياة والأرض، الرياضيات، والفيزياء والكيمياء. هذه السنة ستكون بحلة جديدة إن شاء الله، وسأساهم من خلال فيديوهات سأسميها دي فيديو زوم، يعني إطلالة زوم sur la matière les SVT sur les maths et sur la physique et la chimie. من خلال هذه الفيديوهات إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن تناول أهم الأشياء للطالب خصو يركز عليها مثلا في وحدة من الوحدات المبرمجة. بطبيعة الحال ستكون هناك حصص مباشرة مع الطلبة اللي غنشتغل معهم إن شاء الله من المقر اللي كنشتغل به، وغادي تكون على المباشر في المواد الثلاث: لي اس في تي، الرياضيات، ولا فيزيك الى شيمي. بطبيعه الحال غادي يكون حصص لمسلك بيوف باللغه الفرنسيه وكذلك باللغه العربيه. وان شاء الله كذلك هذه السنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كل مجزوءه او درس سنيناه غادي ان شاء الله نقوم بلايف على المباشر، اللي من خلاله غادي نتناولوا الفقرات المهمه، ولكن هذا اللايف غادي يكون مرفوق بتمارين تطبيقيه، خاصه الاسئله اللي كتكون شويه فيها يعني بعض التقنيات بالنسبه لكل طالب. وكما كتعرفوا احبائي هذه السنه فانتم يعني مقبلين على اجتياز امتحانات موحده، اذا غادي تكون هناك يعني تواريخ محددة للمراقبة المستمرة وللامتحان، لذلك فخصكم تكونوا يعني دائما على استعداد. إذا هذه السنة غادي تكون شوية مختلفة، ما غاديش نقول يعني طلبة البكالوريا يعني المراقبة المستمرة غادي تشتغل بواحد الوتيرة معينة، وغادي تسنى مثلا حتى الشهر يوليوز هذه السنة عاد غادي نوجد البكالوريا واحد 3 شهور قبل. إذا هذه المسألة أصبحت متجاوزة.
يعني خصك تخدم منذ الانطلاق. إذن هذه المسألة أحبائي مهمة جدا، هاد لي لايف سأعلن عليها، والمواضيع اللي غادي نشتغلوا عليها غادي يكونوا يعني منشورين في القناة، غادي يكونوا كذلك منشورين في لاباج فيسبوك بروف فردري، وكذلك على الصفحة انستغرام فردري شانيل. هذه المسألة هاد لي زادغيس دائما غتلقاهم إن شاء الله، هما الأولين غادي يبداو بهم دوك لي كابسول أو لي فيديو اللي غنسميهم فيديو زوم. طبيعة الحال أحبائي أذكر هذه السنة كذلك هناك بطبيعة الحال يعني عرض اللي وجدته لبعض الطلبة اللي غادي يشتغلوا معايا عن بعد من خلال جروب باج فيسبوك بريفي بواحد الوتيرة اللي هي مضبوطة، يعني في المواد الثلاث لي اس في تي لي ماتيماتيك لا فيزيك لا شيمي، يعني اما بالنسبه للمسلك بيوف اللي غادي يكونوا ابار بوحدهم، وكذلك مسلك بكالوريا باللغه العربيه. بالنسبه لهاد الطلبه ان شاء الله اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو وغادي يقروا انهم يلتحقوا مع الجروب الطلبه اللي غادي يشتغلوا معنا هاد السنه في هذا العرض، يصيفطوا لي نيميرو ديالهم نيميرو واتساب طيله شهر اكتوبر ان شاء الله، فالتسجيل مفتوح والثمن جد مناسب فهو رمزي لا لا يعني طيلة السنة. إذا الرقم بطبيعة الحال غادي يكون على لي فيديو اللي غادي تشوفوا الواتساب، ما عليكم إلا تصيفطوا النمرة ديالكم، وبطبيعة الحال غادي نوريكم أشنو هو البروغرام اللي غنشتغلوا عليه. إذا أحبائي سنة غادي تكون مليئة بالتحديات، تنطلب منكم أنكم ما تأجلوش العمل إلى ما بعد، خذوا الأمور بجدية، بروغرام في المتناول. يعني لحد الآن بطبيعة الحال ما عرفتش هاد السنة هادي كي غادي تكون، ولكن الدروس كلها هي مسجلة، بعض الدروس اللي غادي تكون في حينها غادي نشوفوا ديك الساعة كيف تتطور الأوضاع، ومن بعد غادي نكونوا بطبيعة الحال يعني راه الإشارة ديالكم. إذن أحبائي بالنسبة للطلبة اللي طلعوا البكالوريا، غتقول لي يا أستاذ واش البروغرام صعيب؟ أنا من الناس دائما اللي تنقول ما كيناش شي حاجة سهلة، يعني اللي تنقول ما كيناش شي حاجة سهلة، وأقول دائما ليس هناك مستحيل ما دام أن الإنسان يأخذ بالأسباب فالله هو الموفق. إذن هذه قاعدة يؤمن بها كل شخص، إما على مستوى الحياة ديالو الفردية في طلب العلم، ويعني المضي قدما نحو واحد المستقبل مشرف لما لا، بل في الحياة ديالو كاملة. إذا أحبائي ما غاديش نعطي موعدة، الموعدة الوحيدة وهو كونوا في الموعد إن شاء الله. انطلقت السنة الدراسية وانطلق ما يسمى بالعد العكسي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لا أريد دموع ولا حسرة ولا ندامة أمام مراكز الامتحان يوم الإعلان عن النتائج، باش يقول الطالب لا راه ما شفتش هادي راه ظلموني. إذا هاد المسائل الله يرضي عليكم، خذوا كل الاحتياطات من دابا، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أحبائي لا أريد أن أطيل عليكم، فهذه كلمات أردت أن أقول لكم أنا معكم. قناة فردري شانيل كذلك، هناك قناة ثانية أخرى موديلاسيون شانيل. وباش نكمل ونختم هذه الكلمات، كنتوجه إلى كل الطلبة والطالبات اللي عندهم حلم أنهم يديروا كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، فالبروف فردري شانيل كنوعدكم أنني غادي نكون معكم إن شاء الله كما كنت السنة الماضية مع الطلبة اللي وجدوا الكونكور ديال الميديسين والفارماسي والدونتير. فالعرض ديال هاد السنة بالنسبة للطلبة اللي غادي يكونوا معايا في هاد العرض، فهم غادي بطبيعة الحال يستفدوا مباشرة من هاد الكونكور. يعني الطلبة اللي غادي تسجلوا من أول السنة طيلة السنة في هاد العرض، فآخر السنة بطبيعة الحال لو كونكور غادي يكون داخل في لوفر ديال السنة. هذه السنة كذلك بالنسبة ليا ما غاديش
يعني يؤدي حتى شيء ثمن إضافي بالنسبة للطلبة اللي تسجلوا من أول سنة، أقولها وأكررها. أما الطلبة اللي غادي يجيو بطبيعة الحال من بعد 3 شهور أو قبل بشهور بالنسبة، فغادي تكون يعني ثمن مشاركة رمزي كذلك. ولذلك فإن شاء الله بالنسبة للعرض فغادي نبريباريو البكالوريا بواحد الطريقة اللي هي يعني متميزة، وفي نفس الوقت غادي نبريباريو لي كونكور باش تعرفوا مجموعة من لي زاستوس والطرق للاشتغال على يعني مختلف المباريات. إذا هذا الشيء إن شاء الله عندنا سنة حافلة 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 بالعمل. لذلك كل طالب أو طالبة كما كنقول قرر يكون من المتميزين، فهذا هو الهدف ديالنا كما كانت دائما. فكانت أحسن لحظة وأجملها هو عند الإعلان عن النتائج وكتسمع من الطلبة الشكر، فهي الكلمة التي تثلج الصدر. والمعدلات المشرفة والفضل لا أقولها وأقولها لكم أنتم، ليس الفضل لي، أولا الفضل لله، والفضل يرجع إليكم أنتم لأنكم أخذتم بالأسباب. فنحن ما نحن إلا يعني وسيلة لله سبحانه وتعالى كيسخرها باش نتعاونوا. نرجو منه التوفيق، نشكره على نعمه شكرا جزيلا، وأتمنى لكم من أعماق قلبي إن شاء الله أن تكون السنة عند حسن ظن الجميع. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وإن شاء الله إلى اللقاء في أقرب لقاء يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله.